ليس لرغبات شخص أو على مزاج كتلة أو حزب تسيل دماء المتظاهرين، إنها قضية وطن لا مصالح فردية. ينسحب من يريد ويغادر من لم يخرج مخلصا لوطنه، ويبقى متظاهرو ثورة تشرين في الساحات من أجل هدف واحد لا غير، إسقاط العملية السياسية برمتها. والساحة اليوم تختلف عن كل الأيام، يعني كأنها اليوم الأول للتظاهرات. وانسحاب الأخوة في التيار الصدري لا يعني انتهى التظاهرات، بالعكس اليوم الدماء الشابة ازدادت، ونحن نحترم قرارهم بالانسحاب، ولكن يجب أن نثبت حتى نحقق مطالبنا، فلذلك نحن ثابتين بوجودهم أو عدم وجودهم، نتمنى أنهم موافقين. انسحب التيار الصدري من التظاهرات فزادت حدة البطش الحكومي على المتظاهرين، وكأنما قرار الانسحاب هذا كان الضوء الأخضر للقوات الحكومية والميليشيات لكي تجهز على الثورة. طبعا العصابات الإجرامية الموجودة هي جاي تسوي هيك أشياء، يعني إن عبالهم من انسحب التيار الصدري من ساحات المظاهرات، عبالهم من المظاهرات تضعف، بالعكس المظاهرات تزود والعالم تراهن، بالعكس راح تتوافد ناس، راح تتوافد ناس تابعة للوطن تحب وطنها تثبت وطنيتها. أبناء العراق في كل مكان يتعرضون إلى هجمة شرسة في حرق الخيام ومن أجل القضاء على هذه الانتفاضة الباسلة، لكن أبناء الكوت اليوم بهبوا بهذه الانتفاضة العظيمة وفي هذه المسيرة الحشدة، اليوم يجددون البيعة والولاء إلى الوطن. موجة عنف جديدة ومكثفة استهدفت ساحات التظاهر فأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، لكن هذه الموجة قوبلت بسيل من الحشود الشعبية التي تجمعت في الميادين، مؤكدة على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. وها هي الرسالة من محافظة واسط وإلى كل محافظات العراق، الثورة مستمرة والقضية قضية وطن. اليوم وفي هذه الدقيقة وفي هذه الساعة سيبين وسيعرف هو ولاءه للعراق أو لغير العراق، لشخصية كانت معينة أو غير معينة، وستستمر التظاهرات إن شاء الله. لا بد من المحن والتحديات، فهي السبيل لتنقية الصف الثوري واصطفاء المخلصين الذين بهم يرسم مستقبل العراق وينال حريته وكرامته.